تجمعه بالنادي القنيطري. الروبورتاج لحليمة هشيكا ونبيل اتش بوشبير. عناصر قلعة الحمراء خاضت صباح اليوم حصة تدريبية استعدادا للمباراة المرتقبة التي سيخوضها أبناء المدرب عبد الرحيم طليب يوم الأحد المقبل أمام فريق النادي القنيطري بالملعب البلدي. نظن أن المقابلة ضد نادي القنيطري مقابلة صعبة، ولسما أن الملعب ديال نادي القنيطري دائما تيكون صعيب، الأرضية المحششة اصطناعيا، ولكن حنا حازمين باش ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه، لان مادام ان هناك اجتماع بين جميع ممكنات النادي لا من الناحيه الجماهيريه ولا من الناحيه الاداريه ولا التقنيه حتى اللاعبين، خططنا ان الهدف المشهود هذه السنه الا هو نلعبوا على الدرع، فما يمكنش تلعب الدرع وانت تضيع النقاط بحال اللي ضيعنا في الشوط الاول. والمدرب كيدافع فينا الثقه، ان شاء الله خصنا من ناخذ التوني ما نرجعوش، ونتمنوا من الله ان شاء الله نجيبوا نتيجه ايجابيه. مدرب القلعة الحمراء سيجري لقاء الأحد المقبل في غياب بعض الأسماء. في الغياب الأول هو اللي غيكون خالق، يخلق عنده أربعة يعني الكارت أصفر. الغياب الثاني المحتمل هو كوني اللي عنده يعني الكحل ديالو منتفخ، والغياب الثالث اللي مازال حنا ما قررناش فيه هو فتاح اللي جا معطوب من الفريق الوطني. ولكن أنا دائما تنقولها، أنا لا أؤمن بال يعني بالأشخاص داخل التشكيلة، الوداد هي كمجموعة تلعب كرة قدم جماعية، فأي لاعب خصو يدخل يقبط المكان ديالو. مكونات الفريق الأحمر سطرت مجموعة من الأهداف مع انطلاقة الموسم، وعلى رأسها الظفر بدرع البطولة الاحترافية، إلى جانب الوقوف على جاهزية التشكيلة الحمر، وبدأ ذلك جليا من خلال سياسة التشبيب. الوداد كان عندنا هدفين، الهدف الاول هو نلعبوا على الادوار الطلائعيه بالطبع، والهدف الثاني هو اقحام عده عناصر شابه من المدرسه. في الشوط الاول الى قحمنا عطوشي القرطي واصباحي، الان كاين يعني حبان، كاين عطي الله، كاين حسوني، كاين جوج، هذو كلهم قحمتهم في ضمن التشكيله اللي كتمارس غتمارس ان شاء الله في هذا الشطر الثاني بما في التدريب. مباراة الحمر أمام النادي القنيطري ستحمل في طياتها الإثارة والتشويق، ويدخلها كلا الفريقين بطموحات متباينة لتظل نتيجة اللقاء معلقة حتى صافرة النهاية. ومن جهته النادي القنيطري يضيف